اهلا بكم مشاهدينا من على المقهى، من الاصوات الشابه الواعده. معي اليوم هنا على المقهى مريم بغدادي، اهلا بك مريم. معي ايضا ربيع زين، اهلا بك يا ربيع. ربيع، احنا تقابلنا قبل كده كذا مره على المقهى مع الشيخ زين اكتر من مره. مريم اول مره المقهى يعني تلتقي بيكي، عرفيني شويه بنفسك. انا اسمي مريم بغدادي، بغني من وانا صغيره في كورال الكنيسه. ابتديت شويه اخد الموضوع از بدايه خطوه ان انا ابقى بروفيشنال او بدايه دراسه بشكل جدي اكتر من سنه تقريبا. دخلت في دار الاوبرا مركز تنميه المواهب، باخد كورس غنى اوبرالي بصوتي سوبرانو مع دكتور صبحي بدير، وبالتوازي انضميت في نفس الوقت لفرقه كورال القاهره الاحتفالي بقياده مايسترو ناير ناجي. ده كان الخطوات الجديه اللي خدتها ان انا امشي وانمي الموهبه اللي كانت عندي من وانا صغيره ولازلت مكمله فيه. اهلا بيكي مريم، اهلا بيك برضو ربيع. انت طبعا اتعلمت من المدرسه الاصليه من الشيخ زين نفسه، اتعلمت ايه بقى قول لنا؟ انا اتدربت مع الشيخ زين هو والدي على المديح وعلى السيره الهلاليه والاغاني الشعبيه، واتدربت مع المخرج حسن الجريتلي برضو على نفس الانواع اللي اشتغلت عليها مع والدي، والحمد لله دلوقتي يعني بقيت يعني في المدح احسن واحسن من الاول بكتير. انا بحسك تقول احسن من الشيخ زين، كنت لا 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 خالص، لا لا خالص، ده هو استاذي مقدرش. طب احنا كنا الفقره دي كنا عايزين يبقى فيها ارتهالات ويبقى فيها ترانيم، وانا عرفت ان انتوا الاثنين اتفقتوا تعملوا حاجه سوا من شويه. اتمنى ان دي تكون بدايه تعاون حقيقي بينكم، ومبسوطه انها بتبدا على المقهى. نسمع حاجه. احبابي ما دمت بين يديكم فالرضا فالرضا مددي بحبك. أنا مريض يا سيدي لا تشفيني، بحبك أنا مريض يا سيدي لا تشفيني، نفسي ما زالت البسط حال والأفراح تويدي لا غيب الله عني حبكم أبدا بالله أنتم حياتي تالله أنتم حياتي وإن أراد ملك أتكم يسبني مخلصي وباركوا بكل ما
فلو وجدتم به سواكم علي زيد البعاد زيد. جميل جدا، رائعين رائعين، روعة. احنا المقهى استضافت قبل كده يعني باند او فرقة بتقول ترانيم وتوشيح، لكن هل انتوا كنتوا مرة في باند اول مرة دي تغنوا مع بعض يعني ترانيم وتوشيح؟ مش انتوا بالتحديد يعني، انت مريم مثلا غنيتي مع حد قبل كده بتهالات وانت كنت بتقولي ترانيم؟ لا. اول مرة. ربيع، انا لما كلمتني مها على البرنامج وقالت انك هتقول يعني حاجة دينية مع الترانيم، انا فرحت جدا يعني. اول مرة يعني الشيخ زين عملها مع فرقة انا مصري، بس انا كانت تجربة كويسة لي ان انا اعملها، ففرحت جدا. ولما جيت قعدت مع مريم برا سمعت منها حاجات جميلة جدا، وبعدين قلت لها لا احنا لازم نعمل الاولانية دي انا وانتي، وبعدين يبقى نشوف بقى ايه اللي هيحصل. لكن انت عموما دي اول مرة اول مرة بالنسبة لي. طيب والتجربة دي، التجربة دي حصلت قبل كده، انتوا شايفينها ازاي؟ انا يعني شايف إن الموضوع واحد يعني، مفيش فرق ما بين المسلم او المسيحي يعني، الديانة كلها واحد، وربنا سبحانه وتعالى يعني الحب بعض يعني، ما فيش كره ما بين الاخ المسلم او المسيحي. فانا شايف ان ده مزج يعني، خليط ما بين الاثنين. هو عموما كان اداء رائع منكم انتوا الاثنين. نحب بقى نسمع حاجه لكل واحد لوحده، وابدا بيكي مريم برضه. هتسمعينا ايه؟ هي ترنيمه انا قلتها قبل كده في حفل مشترك بيني وبين احد الاصدقاء واسمه شريف مصطفى. كلمات الترنيمه ما تبينش بشكل قاطع ان دي كلمات ترنيمه مسيحيه، هي الفكره كلها في الصلاه ان دي صلاه بيني وبين ربنا، العلاقه الشخصيه في الصلاه بيني وبين ربنا. فده ممكن اي حد زي ما قال زين، زي ما قال ربيع، انا اسفه، انه فكره الصلاه والتقرب الى الله هي واحده، ما تفكوش في نفسه قوي كده مش عارف نتكلم ولا ما زين مره واحده بس. فهي ترنيمه اسمها يا سيدي ها ثقتي. يا سيدي ها ثقتي في أنك ستعمل كما بدأت داخلي، بقوة ستكمل. يا سيدي ها ثقتي في أنك ستعمل كما بدأت داخلي، بقوة ستكمل. فكم في قلبك المزيد من جودك ينتظر، وكم في قلبي اشتياق لنعمة تنهمر. فكم في قلبك المزيد من جودك ينتظر، وكم في قلبي اشتياق لنعمة تنهمر. فدعني ألا أكتفي بكل ما أعطيتني، بل طالبا من يدك لأنك ستعطيني. فدعني ألا أكتفي بكل ما أعطيتني، بل طالبا من يدك لأنك ستعطيني. فكل ما فمن ثمار حبك، فقدسني سيدي ليصبح الكل لك. فكل ما أعطيتني فمن ثمار حبك، فقدسني
صوتك رائع. سي. اسمع منك حاجه بقى ربيع، سمعنا ايه؟ الا ايها العشاق. الا ايها العشاق بالله خبروا، اذا اشتد عشق بالفتى كيف يصنع؟ يداري هواه ثم يكتم سره، ويصبر في كل الامور ويخدع. فإن لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له عندي سوى الموت أنفع. لقد حاول الصبر الجميل ولم يجد له غير قلب في الصبابة يجزع. فإن لم يجد صبرا لكتمان سره فليس له عندي سوى الموت أنفع. سمعنا أطعنا ثم متنا، فبلغوا سلامي على من كان للوصل يمنعه. هنيئا لأرباب النعم نعيمهم، وللعاشق المسكين ما يتجرع. مدد مدد يا مدد، مدد مدد يا مدد، مدد مدد يا رسول الله مدد. جميلة جدا، رائعة. ازاي الناس بتستقبل الكلام الابتهالات منك ربيع؟ يعني انت سنك صغير، فاكيد استقبال الناس ليك غير من الشيخ زين مثلا. لا، هو في جمهور محب الانشاد الديني. يعني بعض الناس بيحبوا يسمعوا الانشاد الديني والابتهال الديني جدا، وفي ناس يعني استغربوا انه انت صغير ولا لا لا خالص، ما ملوش دعوه بالسن. المهم ان الاحساس والمشاعر والاتصال مع ربنا بيبقى موجود في كل لحظه، فهم الناس بيحبوا المدح، مش معنى السن او شايفين ان هو صغير. لا ربيع، هل انت كمان عينك على الجمهور الغربي زي الشيخ زين؟ يعني الشيخ زين عايش في فرنسا، عنده ناس، عنده المدرسه بتاعته، وفي ناس ما بتعرفش اللغه لكن بتيجي تتعلم منه وبتسمعه كمان. هل انت كمان عينك على الجمهور الغربي؟ انا كان عندي عرض في هولندا، ما بين المزيكا الغربيه والشرقيه، عملت فيه مديح. وبعد ما خلصت، يعني هم ما بيفهموش العربي، بس بعد ما خلصت لقيت المخرج اللي انا كنت شغال معاه بيقول لي واحد من شديد صوتك والحنيه بكى، عيط، مع انه مش فاهم ولا كلمه، بس من يعني بس هو ترجم له بعد كده الكلام اللي اتقال. ف يعني كانت بالنسبه لي انا حاجه كبيره جدا. يعني
ومهم بالنسبة لك الجمهور ده؟ جدا جدا. ليه بقى؟ والله اللي بيحب شيء بيديله أكتر من حقه. فأنا علشان بحب الفن يعني كان قلت لك قبل كده وبحب الإنشاد الديني فبديله أكتر من حقه. مريم أنت بتعملي حفلات هنا طبعا، هل عملتي أي حفلات بره؟ لا لحد دلوقتي يعني ما فيش أي مشروع أنه يبقى فيه حفلة بره، لأن أنا زي ما قلت في الأول أنا لسه في البداية. لكن هل عينك في المستقبل أكيد انه يكون في حفلات بره؟ اكيد، لان ده شيء مهم جدا، انه بما ان احنا عندنا فن قيم زي الفن في مصر هنا لازم طبعا يوصل لكل البلاد، او على الاقل البلاد اللي انا اقدر اروح فيها. الفن رساله، ولازم بالفن بنوصل رساله، ورساله قيمه ومحترمه ويعني راقيه جدا، فطبعا لازم يبقى عيني بره. نسمع ايه بقى تاني؟ نسمع حاجه منك وبعدين حاجه من ربيع. فكر بقى ربيع قبل ما نجيبك. هي هقول حاجه للعذراء، يا مريم البكر. يا مريم البكر فوقتي شمس والقمر وكل نجم بيفلك السماء سرى شاعي في معبدنا ونوري عقلنا والسمع والبصر عقلنا وسمع والبصر يا أمة يسوع يا أمي ويا أملي لا صوتك حلو. انا عايز اسالك بس سؤال سريع واعذري جهلي في موضوع الترانيم، هل كل الترانيم على نفس التون؟ لا خالص، في ترانيم التون بتاعها مختلف، في ترانيم غربي، في ترانيم على الشرقي. يعني انت قلتيهم دلوقتي نفس الريتم، يعني مش نفس الريتم، نفس كده كلهم زي بعض. دي هل كل الترانيم بنفس التيمة نفس التم؟ لا خالص، هي ممكن يبقى طاغي عليها شوية التم أو الستايل اللي أنا بقول بيه. أنا بحب الستايل الليجاتو والستايل السوبرانو،
عشان كده يمكن لما بقول الترانيم ممكن تطلع كلها بنفس الطعم مني انا لما انا بقولها. جايز ان ده يبقى عيب، لكن هي مختلفه الترانيم، في ترانيم مختلفه بس انا بختار برضو اللي شبه لوني. يعني انا شويه بختار اللي شبه لوني عشان بس كده. بس متهيألي ده الاكتر اللي بيتقال، اللي بيتقال في الكنيسه. لا 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 لا، بيتقال كل التم يعني التمات المختلفه بتتقال، مش ما يعني الكنيسه ملهاش حاجه محدده بيتقال فيها او نوع معين بيتقال فيها، لا خالص بيتقال تمات مختلفه. ليه اخترتي الستايل ده؟ مساحه صوتي اللي برتاح فيه، اللي بحبه وبدي فيه اكتر. يمكن انا ما بجيبش شويه او ما بحبش اجيب الشرقي بالعرب. ممكن ما بقاش شاطره فيه، يمكن انا محتاجه اتدرب فيه اكتر. بس بحب شويه الحاجات اللي يعني بلغه المزيكا اسمها ليجاتو. تمام. ربيع نسمع حاجه منك، بس قبل ما نسمع حاجه احب اشكركم جدا على وجودكم معايا. اشكرك مريم بغدادي، واشكرك ايضا ربيع زين، واشكر المشاهدين برضو على متابعه هذه الحلقه. والاسبوع القادم من على المقهى نلتقي، وانا اترككم مع صوت ربيع في اخر حاجه هيقولها لنا، وهي موال انا اللي خالي من العيد. هللويا لكن الأهل تعبون عالحلوة عايشين، لكن في المرة، لكن في المرة تعبون. في الوش حلوين لكن في جفاي تعبون. أهو جيل الزمان ده ما يمرش يومين على طول، كداب يلي تقول آكل عسل على طول. يلي أكلت الحلاوة تعال جرب المر، يا ما نفسي في صادق زين يعيش معايا يومين ويمر. عملت ظهري جنطرة أستحمل لدوس الكل، قعدت أنصح الكل لقيت الكل تعبون. معلش انا عشان تعبان البرد تعبني اكتر. اهلا بالصراط.